السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ الجزء الثاني من درس النمل والخيوط للصف الثاني الابتدائي. الفيديو اللي فات أخذنا الجزء الأول من الدرس، النهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الأخير وهنبتدي نشرح الدرس. طبعا احنا أخذنا فكرة إن الدرس النمل والخيوط إن صديقنا حمدي كان عايز يعمل هدية لوالدته أو لمامته في عيد الأم، فاقترح كان قاعد بيفكر يعمل ايه، فطرح هو وخاله ان هو يعمل لها شال في على النول، وعرفنا طبعا النول وشكله، وعرفنا ان بيتعمل عليه ايه النول سجاد ومفارش وشيلان. فهو حمدي خاله رد عليه وقال له ان هو هيغزل لها شال بس بلونها الايه المفضل اللي هو المحبوب ليها عشان يشعرها ايه بالدفء في الجو البرد ده. فرد عليه حمدي وقال له انها فكره ايه رائعه وجميله، وجدهم كمان جده كان موجود وقال له انا كمان هساعدك في ايه في غزل الخيوط على الايه على النول. فجده قال له يلا بينا ان عشان نختار النقوش والالوان المزينه اللي هنزغرف بيها او اللي هنزين بيها الشال لماما. وفي يوم العيد حمدي عمل الشال وخلصه وكتب عليه كلمة جميلة جدا وهي كلمة حبيبتي، لأن طبعا الأم حبيبة علينا كلنا، وأهداها الشال في العيد. وطبعا والدته أو مامته فرحت بيه إيه جدا، والبيت بقى كله فرحان بفرحة ماما إن هي فرحت، والكل سعيد في نهار الإيه العيد، والكل فرحان في البيت وسط العائلة. هنكمل النهارده القراية بتاعت الدرس أو قراءة الدرس نول وخيوط. من عنوان الدرس نول وخيوط، نول وخيوط. فرد خالي ما رأيك في أن تغزل لها شالا؟ ما رأيك في أن تغزل لها شالا بلونها المفضل؟ بلونها المفضل ليشعرها بالدفء، ليشعرها بالدفء. قلت بسعادة إنها فكرة رائعة، إنها فكرة رائعة. ساعدني جدي في غزل الخيوط على النول، ساعدني جدي في غزل الخيوط على النول. ثم قال لي تعال واختر نقوشا تغزلها، ثم قال لي تعال واختر نقوشا تغزلها على الشال. وفي يوم العيد فاجأت أمي بشال أخضر مكتوب عليه حبيبتي. وفي يوم العيد فاجأت أمي بشال أخضر مكتوب عليه حبيبتي. فرحت أمي وامتلأ البيت بضحكاتها في نهار العيد وسط العائلة. فرحت أمي وامتلأ البيت بضحكاتها في نهار العيد وسط العائلة. خاله طبعا احنا رد عليه وقال له ايه رأيك انك تغزل لها شال بلونها المفضل، واخدنا كلمة المفضل قبل كده يعني ايه المحبوب، كلمة المفضل يعني المحبوب. ليه بقى؟ ليه؟ ونخلي بالنا من النقطة دي لان هنا في لام سببية او لام تعليل ليه، وفي فاصلة منقوطة نخلي بالنا منها برضو ونركز عليها. ادي السبب اهو، ليه هيختار لها شال او هيعمل لها شال بلونها المفضل؟ ليه؟ ليشعرها بالدفء، ليشعرها ايه بالدفء. قلت بسعادة، هو رد عليه بسعادة، انها فكرة رائعة، فكرة جميلة جدا. وساعدني جدي في غزل الخيوط على النول، طبعا النول ده كبير شوية فلازم حد هيساعد حمدي فيه، فجده فرح بالفكرة برضو وساعد حمدي في ايه في نسج الخيوط على النول. وقال له
جده قال له تعالى علشان نختار النقوش او النقوش الملونه علشان نغسلها على الشال. وفي يوم العيد، اليوم بتاع عيد الام، جه وفاجئ مامته وعمل لها هديه كبيره طبعا وجميله طبعا، لان هي بصنع ايديه، بشال لونه ايه يا سنه تانيه؟ بشال لونه ايه؟ اخضر، ومكتوب عليه ايه؟ حبيبتي. مكتوب على الشال ايه الاخضر؟ حبيبتي. وطبعا امه فرحت بيه جدا، والبيت كله بقى فرحان. ليه؟ لان هو هذا مامته بهديه كويسه جدا، والعائله كلها بقت فرحانه وسعيده. امتى؟ في نهار الايه؟ العيد. هناخد معانا المفردات. معنى النقوش اللي هي ايه؟ الزينه. معنى النقوش الزينه. معنى النقوش الزينه. الكلمه وجمعها، جمع راي اراء، جمع راي اراء، جمع فكره افكار، جمع فكره افكار، جمع جد جدود، جمع جد جدود، جمع نقش نقوش او نقوشا، جمع نقش نقوشا، جمع يوم ايام، جمع يوم ايام، جمع العيد الاعياد. يا ريت يا سنه ثانيه نردد ورايا كده، تردد ورايا ونشوف الكلمه وجمعها وتردد ورايا، ونفتح الكتاب برده ونقرا مع بعض. جمع العيد الاعياد، جمع العيد الاعياد، جمع امهات، جمع امهات، جمع البيت البيوت، جمع البيت البيوت. ناخد الكلمة مضادها أو عكسها، مضاد أو عكس المفضل المكروه. احنا عرفنا المفضل يعني المحبوب اللي احنا بنحبه، يبقى عكسه ايه؟ المكروه. يبقى عكس المفضل المكروه. عكس رائعة قبيحة، عكس رائعة قبيحة. رائعة يعني جميلة، يبقى عكسها ايه؟ قبيحة. عكس رائعة قبيحة. الدفء، عكس الدفء البرد، عكس الدفء البرد. عكس بضحكاتها ببكائها، عكس بضحكاتها ببكائها، حد بيضحك وحد بيبكي. عكس سعادة حزن، عكس سعادة حزن. عكس فرحت حزنت، عكس فرحت حزنت. هنكرر كتير الفيديو ونقرأ ونحفظ مع بعض الكلمة وجمعها والكلمة وإيه ومضادها. هنيجي نستخرج من الفقرة معانا أول حاجة فيها فعل، وهبين نوعه. يعني اللي احنا عرفنا إن الأفعال ثلاثة، يا فعل مضارع، يا فعل ماضي، يا فعل أمر. طيب هناخد الفعل، لو قلت الفعل وطلع ماضي هكتب نوعه إيه؟ ماضي. لو فعل مضارع هكتب مضارع، ولو أمر هكتب أمر. طيب في عندنا فعل تغزل، تغزل، يا ترى هو فعل ايه؟ مضارع ولا ماضي ولا امر؟ تغزل. ها انا سامع حد بيقول فعل ايه؟ مضارع، برافو. طيب في تاني افعال تاني، قلت، قلت فعل ايه؟ ماضي، برافو عليكم يا سنه تانية. قلت، وفي فعل تاني قال، فعل ايه؟ قال، برضو قال ايه؟ فعل ماضي. قال خلاص هو قال وانتهى من الكلام بتاعه. تعالى، فعل تعالى واختر، الاتنين دول افعال ايه؟ تعالى واختر، يعني تعالى واختار. ها فعل ايه سنة تانية؟ هو لسه فعل جديد علينا، اللي هو الفعل الايه؟ الامر. يبقى تعالى واختر دي افعال امر. بطلب منك حاجة انت تعملها، اللي هو فعل الايه؟ الامر. وعندنا افعال تانية، فرحت، فرحت امي، فرحت، فعل فرحت، فرحت، يبقى فعل ايه؟ ماضي. وامتلأ، امتلأ، برضو ايه؟ فعل ايه؟ ماضي. طيب هناخد حاجة نمرة اتنين، حرف. وطبعا احنا اخدنا الحروف، وعندنا حروف الجر وحروف العطف. واخدنا الحروف، حروف الجر من والى وعلى وفي وعن، دي حروف منفصله، وفي حروف متصله زي الباء والكاف واللام ما ننساهمش. واخدنا حروف العطف، الواو والواء والثم، الواو والثم، و الواو والثم، وحرف الفاء.
يعني لو كتبت حرف جر هقول نو جر، كتبت حرف عطف هكتب نو عطف. عندي هنا حرف عطف حرف جر في، وعندي بلونها بي حرف الباء اهو، ده حرف باء حرف جر ايه متصل. برافو عليكم. طيب ليشعرها، حد يتلخبط بقى ويقول لي الحرف اللام ده حرف جر، لا دي لام ايه؟ لام سببيه، لام تعليل، وجايه بعد الفصله المنقوطه، محدش يقول عليها ان هي لام ايه حرف جر. احنا قلنا الحروف الجر المتصله بتتصل بالاسم، هنا فعل يبقى ايه؟ لام سببيه. بالدفء، بالدفء هنا لام متصل حرف الباء متصله برضو حرف جر. نشوف في حروف جر تاني عندنا اتكررت تاني فيه. طيب عندنا ثم حرف عطف، ثم حرف عطف، وعندنا برضو الواو حرف عطف. في ايه تاني هناخد؟ نمرة ثلاثة الاسم. طبعا احنا الاسامي اخدنا خالي اسم، واي كلمة فيها تنوين اسم، شالا اسم، اي كلمة اولها الف ولام اسم، المفضل، فكرة، اي كلمة فيها تنوين او تاء مربوطة اسم من علامات الاسم، فكرة، فكرة ورائعة اسم، وجدي اسم، والخيوط اسم، والنول اسم، ونقوشا اسم عشان فيها برضو ايه تنوين، والشال اسم، وامي اسم، العيد اسم، ونهار اسم، البيت اسم، العائلة اسم. احنا ممكن كل الجي اسامي احنا نكتب منهم حاجة في النقط. نمرة خمسة، نمرة اربعة اللام السببية، ولسه شارحينها دلوقتي وقايلين عليها اللام السببية. كلمة فيها لام سببية اللي هي ايه؟ ليشعرها، ليشعرها لام ايه سببية، لام مكسورة بتيجي في اول الكلمة وبتتصل بايه؟ بالفعل، وبتتصل بالفعل، وبيجي قبلها دايما فاصلة منقوطة، وبيقول لي ليه السبب، ايه السبب، عشان كده سميناها لام سببية. نمرة خمسة ياء ملكية، واي اسم في اخره ايه؟ ياء ملكية، زي ايه؟ زي جدي، جدي، جدي يعني ايه؟ جدي انا، يبقى هو جدي انا، ادي ياء الايه؟ الملكية. وزي كلمة امي برضو فيها ياء ايه؟ ملكية. نمرة ستة، قبل ما نسيب الياء الملكية، في كلمة حبيبتي، برضو حبيبتي فيها ياء ايه سنة تانية؟ ياء ملكية، لأن أمي حبيبتي أنا، وأمي فيها قلنا برضو ياء ايه؟ ملكية. نمرة ستة، ظرف مكان، واحنا قلنا ظرف المكان ليه كلمات بتدل عليه، فوق وتحت، أمام وراء أو خلف، بين أو وسط، شمال ويمين، في كلمات كتير بتدل على ظرف المكان. مين منها موجود هنا عشان نقول عليها ظرف زمان ظرف مكان؟ هنلاقي كلمة وسط العائلة، كلمة وسط اهي، هي دي ايه؟ اسم او ظرف المكان، هي دي ظرف الايه؟ المكان. نمرة سبعة تنوين، استخرج تنوين، واخدنا التنوين ثلاث انواع، تنوين بالفتحة، تنوين بالكسر، تنوين بالضم، وعرفناهم ونعرف ننطقهم. وقلنا التنوين اللي بالفتحه دايما بيجي معاه مين؟ الف، علشان يسنده، ما عدا ما عدا حاجتين ما ينفعش معاهم نحط الايه؟ الالف، اللي هي مين هيقولهم يا سنه ثانيه؟ التاء المربوطه، برافو، وايه؟ والهمزه اللي في اخر الكلمه، دي ما بنضيفش عليها الالف في اخر الكلمه، احنا بنحط التنوين على اخر حرف وخلاص. زي كلمة فكرة، آخرها تاء مربوطة، هي اللي زود تاء مربوطة وعليها تنوين بالإيه؟ ده تنوين بالضمة. وعندي كلمة تاني رائعة، تنوين بالضمة. شالًا، تنوين بالإيه؟ بالفتحة، وآخد الألف أهو في آخر الكلمة. هندور تاني على نقوشًا، أهي برضه نقوشًا، تنوين بالفتحة، والشين أخدت التنوين، والالف ايه وقفت وراها على طول. بعد كده هنكمل شبكة المفردات بتاعت نولون. نولون اي حاجة، احنا قلنا شبكة المفردات دي عاملة زي شبكة السيارة، اول ما برميها في البحر بيطلع بخيرات الايه؟ البحر اللي فيه.
طيب احنا هنرمي شبكة بتاعتنا دلوقتي على كلمة، لازم اطلع الكلمة بالايه؟ بالمفردات بتاعتها. طيب كلمة ناولون، انا لو رميت الشبكة عليها هتطلع لي ايه؟ كلمة ناولون. في احنا بنستعمل ايه النول في ايه؟ فممكن في السجاد، في المفارش، في الشيلات، بستعمل فيه ايه؟ خيوط، بعمل منه خيوط او بعمل فيه خيوط. ممكن بقى ايه؟ غزل، ممكن خشب لان هو بيتعمل من الخشب، ممكن خيوط الوان، يعني ممكن نكتب حاجات كتيره قوي في كلمه ايه؟ ناولون. هنيجي عند الواجب بتاع الدرس ده، احنا هنقرا الدرس كويس ونعيده مع الفيديو ونحضر كتاب المدرسه ونقرا فيه مع القراءه، نقرا القطع كلها كويس او الدرس كله كويس، وهنكتبه كام مره؟ مره واحده، وهنخلي ماما تقليهولنا كويس في البيت وتدينا عليه درجه، وبعدين هنحل من صفحه الملزمه، من كتاب الملزمه هنحل صفحه 41 و43 وحل صفحه كمان 84 و85 بس من ايه؟ من كتاب المدرسه. ولو في اي حاجه وقفت معانا سنه ثانيه ممكن على جروب المدرسه، ممكن على جروب المدرسه ان احنا ايه؟ نسال عليها، وانا ان شاء الله هجاوبكم فيها. وعايزين نشوف اخر حاجه عملها حمدي المنطو اللي هي الايه؟ الشال اللي هي سنه ثانيه، الشال الاخضر. ادي الشال الاخضر واتكتب عليه ايه سنه ثانيه؟ كلمه حبيبتي. كلمه ايه سنه ثانيه؟ حبيبتي. طبعا الشال ده مامته هتلبسه وهتشعر بالدفء فيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.